يعني هو عنده المبررات اللي يقولها بعد التعادل، انه الفريق كان ماشي كويس، كنا ممكن نسجل هدف زيادة، أضعنا عدة فرص كانت مهيئة بشكل جيد، كان ممكن ننهي المباراة بنتيجة 2-0 بعد الفرص اللي أتيحت، ولكن يعني هذه كرة القدم، يعني لما تضيع ممكن انك انت تتلقى. كابتن عادل، زي ما انتوا قلتوا حضراتكم في الوقفة الدفاعية، في الوقف هو اتكلم مع افضل من كده، هو اتكلم على انه اتاحت له فرص كتير زي ما الكابتن محسن قال وكولر قال، ولكن جات الخطا بتاع الهدف، بيقول لك اخطانا في التمركز الدفاعي، ودي حقيقه يعني. يعني خطا واحد ممكن يطلعك انت، حول الاداء من انك انت، هو قال انا مش سعيد ان انا تعادلت لاني كان عندي فرص كتير، ولكن فعلا انت بتتكلم على فرص كتير قوي ضيعتها اللعيبه، وبس هو يعني لازم في الوقت الحالي يعني خلاص يتخطى العمليه، لانه انا من وجهه نظري انك توصل للجون احسن ما توصلش خالص. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ادائنا بنوصل للجون كتير، يبقى انت هتشتغل على الفينش بس، مش هتشتغل على خلق الفرص وبعدين الفينش. عشان كده بقول لك الفرق ما بين انك تكون كويس وانك مش كويس في المباراه. انت تعادل نتيجه غير جيده، ولكن ادائك بالفرص الكتير اللي جات لك كان أداء جيد. انت ادائك جيد، بدليل انك لو ما دخلش فيك الجول او احرزت يعني هدف من 12 فرصه، من 12 فرصه نقدر نقول منهم خمس فرص محققين، يعني كنت ممكن تطلع سته وخمسه، لكن انت ما طلعتش بها. انت تستفاد بقى بعد كده في ايه؟ انك انت اللعيبه ما يبقوش مستعجلين، والهدوء علشان نعمل فينشنج كويس. دكتور ثابت، هو اللي عاجبني فيه ان هو يعني قال الاخطاء كلها اللي موجوده، نفس الكلام اللي احنا قلناه، قال ان هو طبعا مش سعيد، قال على اضاعه الفرص، اكيد لما هيعمل معاهم المحاضره هيجيب لهم الحالات ويقول لهم على اضاعه الفرص اللي كان في بعض الفرديه من بعض اللعيبه في كذا لعبه، كان في كل لعيبه كانت عايزه تسجل فيها. الحاجه الثانيه برضو اتكلم على التغييرات، ان دايما بيتردد على مساله، بيتردد ان هو دايما بيغير متاخر في الدقيقه 70 وكده، قال لا انا في ماتشات بغير بدري، يعني اتكلم على نقطه التوقيت التغييرات. اتكلم برضو على نقطه الاخطاء الدفاعيه والخطا الدفاعي الوحيد، يعني هجمه واحده للاتحاد السكندري النهارده بين الثلاث خشبات دخلت جون، فدي نتيجه خطا دفاعي. فعجبني فيه ان هو صريح يعني بصراحه، تصريحات واقعيه تصريحات واقعيه، وكل اللي قاله حصل في المباراه يعني.